نعم محمد، يعني كما أن كافة مناطق قطاع غزة كان لها الليلة الماضية نصيبا كبيرا من الغارات الإسرائيلية، كانت أيضا مدينة دير البلح لها نصيب كبير في هذه الغارات التي خصصها الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وللأطفال وللنساء. آخر هذه الغارات كانت على مدينة دير البلح، هي في منطقة البروك، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل يعود لعائلة القهوجي في ساعات الصباح الأولى، مما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة عدد آخر من المواطنين. جل المصابين وجل الشهداء محمد كما شهدنا ورأينا بأم عيننا هم من الأطفال ومن النساء، بل ونسبة الأطفال كانت أكثر من النساء. رأينا الأطفال، رأينا أشلاؤهم، رأيناهم وهم مدرجون بالدماء، رأينا عائلاتهم وأقاربهم وهم مكلومين عليهم جراء هذه المنظر. نحن نبص الصور محمد وأنت تحدثنا على الهواء، بجانبك تبث هذه الصور التي وفيتنا بها قبل قليل، أغلب الظن أنها من داخل الثلاجة، ثلاجة الموتى في مستشفى شهداء الأقصى بجوارك في دير البلح. تفضل محمد. نعم، يعني هذه الصور هي جزء بسيط مما رأيناه صباح هذا اليوم لهذه العائلات المكلومة المجروحة التي أصابها الاحتلال الإسرائيلي في مقتل، رصدناهم أثناء تواجدهم في ثلاجة الشهداء، وأيضا رصدناهم في من أصيب منهم في قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهداء الأقصى. رأينا هذه العذبات التي آن لها أن تنتهي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لها أن تنتهي، بل إنه ينكأ هذه الجراح مرة تلو الأخرى ويزيدها من خلال هذه الاستهدافات. هذا الاستهداف محمد وما نشاهده من عذبات الآن في الشاشة هو ليس الأول ولا ينقصر أو ينحصر أو تنحصر ويلات عليه، إنما في كل يوم اعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة على آلام جديدة وعلى عذابات جديدة وعلى ويلات جديدة من قبل ما تصنعه آلة البطش الإسرائيلية. نتحدث عن المدفعية، عن الحربية الإسرائيلية وقصفها لهذه العائلة، ولكن هناك استمرار لاستهداف المدفعية الإسرائيلية من خلال قذائفها على منازل المواطنين عند المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، ما بين مخيم المغازي وأيضا مخيم البريج وأيضا منطقة المصدر وأيضا ما يقابلها من مشارف لمخيم النصيرات وأيضا لمنطقة أو قرية الزوايدة. هذه المناطق طيب على اسمح لي فقط محمد أن أعلق على هذه الصور وأسألك فيما نتابع، يعني كثير من الجثث ربما يتم تجميعها في بطاطين أو ما شابه لأنها ربما أشلاء، هل لديك تفسير لذلك؟ يعني محمد تحدثت قبل قليل بأن أغلب ما شاهدناه ورصدناه هي أشلاء لأطفال، هذه البطاطين وهذه الأغطية التي رأيناها ونشاهدها الآن هي عبارة عن تجميع لأكبر عدد ممكن من هذه الأشلاء في أغطية معينة، ونظرا لعدم وجود الأكفان التي كنا نتحدث عنها بالسابق، كنا نتحدث عن الأكفان النيلون التي كانت قد وصلت من خلال المساعدات إلى قطاع غزة، حتى هذه نفذت محمد ولم تعد موجودة، بات جمع هذه الأشلاء من خلال هذه الأغطية، من هذه الأغطية صنعت وخلقت لكي تكون مصدر دفء لهؤلاء الأطفال، ولكن في قطاع غزة كل شيء مختلف، باتت هي الوسيلة الوحيدة لتجميع أشلاء هؤلاء الأطفال الذين هربوا من برد الشتاء لتلاحقهم صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، في وباتت هذه الأغطية هي ملاذهم الوحيد وهي الطريقة الوحيدة لتجميع أشلائهم. ليس الأطفال فحسب محمد، وإنما أيضا النساء وأيضا الكبار، كل ما هو داخل قطاع غزة بات مستهدفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو أيضا يمنع إدخال كافة المستلزمات الطبية ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا ينقصر هذا الأمر وينحصر على وسط قطاع غزة أو مدينة خان يونس أو مدينة رفح. الطامة الكبرى باتت موجودة في مدينة غزة وشمالها التي باتت تئن وتصرخ من الجوع وهي تدخل في مراحل متقدمة في المجاعة، لا طعام لا ماء لا كهرباء لا دواء وأيضا لا غطاء في ظل هذه الأجواء القاسية وهذا البرد القاسي. وبالمقابل حتى هذه اللحظة يقولون بأنهم يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا ويناشدون بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم، منذ أشهر عدة أو منذ أسابيع عدة لم يدخل لهم أي من المساعدات الإنسانية. وعلى سبيل المثال للحصر أيضا نتحدث عن كيس من الدقيق يبلغ من الوزن 25 كيلو فقط، قد بلغ سعره في شمال القطاع وأيضا في مدينة غزة أكثر من 300 دولار. هذه الأسعار الخيالية التي باتت موجودة تؤكد أن هذا الأمر
يجب أن يكون له حد، ويجب أن يكون هناك انتهاء لهذه الإبادة الإسرائيلية التي شرع بها الاحتلال الإسرائيلي. وها نحن اليوم نتحدث عن اليوم 27 بعد 100، والاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الأصوات التي تنادي بضرورة إنهاء هذه الإبادة وهذه المجزرة، بل ويستمر في هذه الجرائم. نستيقظ على جريمة وننام على جريمة أخرى، نستيقظ على شلال دماء وننام أيضا على شلال دماء جديد، وأيضا مآس جديدة متكررة يفتعلها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم، وهو يمعن جيدا بأنه يريد الإغال بأكبر قدر ممكن في دماء الفلسطينيين. محمد أبو ناموس مراسل الغد في دير البلح، شكرا لك.